السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في تغطية خاصة لآخر التطورات في الشأن العراقي. اشتباكات مسلحة بين سيطرة أمنية وبين مسلحين من حزب الله أودت إلى مصرع أحد أفراد السيطرة الأمنية، وأيضا داعش يتجول ويتحرك ما بين المحافظات، في حين أن سياسيو العراق مشغولون بمن يكون رئيس الوزراء ومن يحصل على الوزارة الفلانية. رحبوا معي بضيفي في عمان الأستاذ عامر الجبوري السياسي المستقل. أستاذ عامر مرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم. كذلك رحبوا معي من بغداد بالأستاذ نصر الغريري عضو ائتلاف الوطنية. سيد الغريري مرحبا بك. مرحبا وسهلا بك. أبدأ مع أستاذ عامر الجبوري. أستاذ عامر، الجميع كان متخوف من الانفلات الأمني والذي أنعش بعد في 2014 أنعش التنظيمات المسلحة، وأصبح كل شخص يلبس مرقط وشايل بندقية، وإذا قلت له شنو الموضوع يقول لك أنا أريد أدافع عن العرض، أدافع عن الأرض. طيب هاي الأجهزة الأمنية، هذا الجيش كبير، الجيش العراقي ووزارة الدفاع وشرطة اتحادية واستخبارات وشرطة محلية، هذه كلها ما تكفي حتى نسوي ميليشيات جانبية لحماية الأرض والعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولكادر قناة التغيير ولا مستمعي قناتكم الكريمة. هذا الموضوع، موضوع ما يسمى حشد أو ميليشيات أو مشاكل ذلك من المسميات، هذا يعتمد وجودها، عدم وجودها، قوتها، التزامها بالقانون وبالنظام الدولة، يعتمد على شيء أساسي وهو الدولة. إذا كانت الدولة بمقوماتها بكل مؤسساتها الرئيسية، سواء كانت التشريعية، التنفيذية، القضائية، إذا كانت هذه المؤسسات الأساسية في الدولة تستطيع أن تعمل بمهنية وتحت سقف القانون، بكل التأكيد كل هذه المسميات ستضمحل. نعم، نحن منذ التغيير اللي حصل بعد 2003 وإلى هذا اليوم حقيقة لا نجد إلا ملامح لهذه الدولة التي نحلم أصبحنا ونأمل أن تؤسس. هذه الملامح تظهر ثم بعد ذلك تضمحل، تظهر وتضمحل، هذا تعني ضعف الدولة العراقية، وشيء في تاريخ الدول مو فقط في العراق، هذه قاعدة أو معادلة ثابتة: القانون، الدولة بكفة معادلة، والآخرين سواء كانت عشائر، ميليشيات، أي ناس خارج القانون، عندما الدولة تضعف هذه العناصر ستتقوى. لكن أستاذ عامر، كل العناصر دولة تمتلك طائرات F-16، شو اللي بعد محتاجين قرار؟ الدولة أيضا ليست هذه السمات اللي تفضل بها طائرات أو دبابات لا تعني أيضا الدولة. الدولة أركانها وعناصرها معروفة في القانون وفي تاريخ تأسيس الدول. الدولة الأساس الذي يثبت كل هذه العناصر الدولة هي أول قانون، التزام بالقانون وبالقانون، سواء كانت إذا كان موجودة دبابات أو جيش قوي أو، لكنه العنصر الأساسي في هذا الموضوع هو الإنسان. طيب، القائد أو القيادة في عصر، لأنه القائد الرمز موضوع أيضا اضمحل وأصبح في هذه الدول المعاصرة، هناك قيادة جماعية مركزية لابد من أن تستطيع أن تمسك كل مقاومة الدولة وتسير باتجاه الصحيح. خليني أشرك في هذا الحوار الأستاذ نصر الغريري عضو ائتلاف الوطنية. أستاذ نصر، اليوم هذا الحدث فيما يخص هناك ميليشيات تتجول ولا تجرؤ سيطرة على إيقافها، وعندما توقفها يتم اشتباك و
قتل أحد عناصر الأجهزة الأمنية. ما يهمني في هذا الخبر أنه شهادة من أنه تم تسليم المطلوبين بوساطة، بوساطة وزير الداخلية، وساطة وليست عمليات القبض واقتحام وجلب المجرمين. نعم، ابتداء أضم صوتي إلى صوت زميلي المشارك معك الأستاذ الجبوري، وأقول أنه فلسفة الدولة بدأت تضعف عندنا، فعندما تضعف الدولة تظهر الحالات السيئة والحالات الشاذة والحالات التي لا تمثل الدولة، ثم بعد ذلك تظهر هذه الجماعات المنظمة والميليشيات المسلحة والأحزاب الخارجة عن إطار العمل السياسي. ابتداء الدولة عندما تقوى ومؤسسات الدولة عندما تقوى، هذه المسائل سوف نقضي عليها شيئا فشيئا. أما سؤالك عن الدولة، الرئيس الوزراء يكلف وزير الداخلية لكي يكون وسيطا مع أحد الميليشيات، هذه الحالة الموجودة الآن نعيشها، هذا الواقع، وهي جزء من تراكمات العملية السياسية الخاطئة التي بنيت بعد 2003، وهذا دائما ما نؤكد عليه حقيقة. لكن الحل والأيام القادمة يجب أن تشهد تغييرا وإرادة حقيقية عند الكتل السياسية وعند الأحزاب التي فازت في الانتخابات، أن تكون على قدر المسؤولية فتعالج هذه المسألة من أسسها وليست الظواهر فقط. أستاذ نصر، معالجات حقيقية يعني أولها هي بناء مؤسسة. خلينا نشوف منو اللي فاز بالانتخابات. الأول سائرون، يعني التيار الصدري عند ميليشيا سرايا السلام. الفائز الثاني ائتلاف الفتح، وهو تركيبة من الميليشيات والمسلحين. من اللي راح يبني الدولة؟ هي رؤية الكل، رؤية الجميع، الفائزين وغير الفائزين، مع كل الموجودين الآن في السد العمل السياسي. ممكن أن مؤسسات الدولة ممكن أن تشترك في بناء مؤسسة عسكرية وأمنية قوية قائمة على أسس صحيحة. ابتداء هناك احنا نعتقد انه ليست هناك إرادة حقيقية في تغيير هذا الخطأ، فاحنا يجب ان يكون لنا دور في، والكتل السياسية الاخرى يجب ان يكون لها دور في التغيير الحقيقي نحو بناء دولة مؤسسات النظام والقانون هو فوق الكل، وليست ميليشيات وليست ناس خارجين عن القانون وليست عصابات. حتى المؤسسة العسكرية هي محكومة بقرار سياسي، فيجب أن تكون هناك مؤسسة عسكرية لها عقيدة واضحة، تعمل عمل محدد، ومؤسسة أمنية تساندها المؤسسة العسكرية، تحمي البلد وتحمي الدستور والقانون. طيب، هكذا الأمور التي تسير في دول العالم. هذه الحالة المثالية. أستاذ نصر، خليني أروح للأستاذ عامر الجبور. أستاذ عامر، يعني لما تقلب تاريخ الدول وهي الحرب العالمية الثانية، يعني ليست ببعيدة، البلد الوحيد الذي يعاقب ضباطه ويعاقب جيشه هو العراق. سجن الناصرية شاهد على الضباط الذين دافعوا عن العراق، وأقرنائهم أنفسهم، يعني إذا كنا نتحدث عن حزب البعث وغيرها، ما هم أكو ضباط كانوا في حزب البعث والآن يشغلون مناصب، يعني أشخاص جزء من عندهم خلوهم بالسجون يعاقبوهم، يعني حتى ما خلوهم يعيشون آخر أيامهم يعني بشكل يعني كإنسان، وآخرين يخلوهم رؤساء للأجهزة الأمنية. هذه الإزدواجية الفاضحة، نعم. هل يعني فعلا هاي تبني مؤسسة عسكرية؟ أكيد لا. سدى نأتي حقيقة، ما يحكم العراق الآن هي أجهزة ودول تحكم العراق وليس العراقيين. العراقيين الموجودين الآن ما يسمون في أي مسمى صفة رسمية وكلاء، يعني إذا نحكي أكثر صراحة، ليس لهم دور إلا في التنفيذ. إذا قرأت التقرير أو طلعت على تقرير اللجنة اللي شكلها رئيس الوزراء فيما يخص ما حدث بالانتخابات، نعم، تجد فيه من المغالطات ومن اللامبالاة ومن التطمطم بين قوسين، يدل رغم أنه الناس يعني في اللجنة مركزية ورئيسية كلها بأجهزة
مهمة ومواقع مهمة للمشاركين في هذه لحد الآن لم يتم اعتقاله، يعني من أعلى المستويات لجنة تحقيقية لم يتم إيقاف شخص واحد، ورئيس الوزراء بلسانه اعترف اعترافا رسميا بوجود تزوير وتلاعب في الانتخابات. أين الإجراء؟ وهو رئيس اللجنة، رئيس السلطة التنفيذية. حاولوا يجتمعون الرئاسات، حاولوا يجتمعون يعني ويفضوها عشائريا. كل نعم عشائريا نسميه هذا الـ هذه الـ 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 النغمة، العنوان الكبير اللي حكم به العراق من 2003 لحد الآن التوافق. التوافق ماذا يعني؟ ماكو في دساتير العالم ولا في قوانين وأنظمة الدول هنالك توافق. هنالك ديمقراطية أو دكتاتورية أو مباشرة أو غير مباشرة. هي ليست حصص المكونات، هي حصص الأحزاب. حصص الأحزاب، وأكد لك أن هذه الأحزاب الآن اللي متسيدة ومتسلطة كما وصفها أحدهم أنها لتوزيع الكعكة العراقية، وفعلا هو الدول ذات المصالح في أن يبقى العراق غير مستقر وتبقى الفوضى كما يجري الآن، قادر أن يقضي على إذا ما نقول كل الفساد، سواء كان السياسي المالي الإداري، إذا ما يقضي على كل الفساد قاضي على إيقاف الفساد وإيقاف نسبة كبيرة، ولكن هنالك إرادة سياسية خارجية في إبقاء العراق على ما هو عليه. وكما تفضل الأستاذ ضيفك من بغداد أنه لا توجد إرادة سياسية لدى الحاكمين العراقيين للتغيير، بل لا توجد لديهم إرادة. أستاذ عامر، إحنا يعني أهلنا يقولون المي يجري على الأرض المنخفضة. نعم. ما هو المشكلة إحنا. مشكلة إحنا. يعني من نحن؟ يعني إحنا. من نحن؟ يعني حضرتك ما مسؤول؟ ما مسؤول في هذا الوطن؟ بقدر كمواطن مسؤول. حضرتك مو كمواطن، كمواطن أكثر. اعتبر اذا اسمى من النخب السياسيه من قدر من الثقافه استطيع ان اتكلم، استطيع ان انتقد، وفي سواء كان في التلفزيون في الاعلام بوساطة المقروءه المكتوبه، وامارس هذا الدور حقيقه في كل المجالات اللي استطيع فيها. خليني اذهب للاستاذ نصر غريب. استاذ نصر، يعني ميليشيات داخل عاصمه بلد ما حد يقدر يوقفها، وهذه الدولة اللي ما تقدر توقف ميليشيا، يعني تمتلك طائرات F-16 وتمتلك يعني دبابات أبرامز وتمتلك وحليفة لدولة عظمى وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا غير معقول. يعني هذا دليل على أنه لا، هم يعني يعشقون الفوضى، يعشقون الميليشيا، من يعني من مصلحتهم استمرار اللا دولة. نعم، بالحقيقة من الطبيعي، وهذا هاي الحالة حالة طبيعية احنا نعتبرها، لأنه العملية السياسية التي تأسست بعد 2003 تأسست على طريق المحاصصة وعن طريق ما موجود من أشخاص وما موجود من فئات، والفئات الموجودة اللي شاركت بعد 2003 هي اليوم اللي تحكم العراق، وأصبح بعد يعني اختلاف سياسي وبعد جزء من الانفكاك و بعض الخلافات السياسية القوية والخلافات حتى على مستوى الشارع وصلت، وصراعات بعضها، هذه الصراعات أسست على مسألة الميليشيات وأمراء الحرب كما يسمون، فبالتالي وصلت لهالمرحلة اللي الواقع اللي احنا نعيشه الآن هو الواقع سيء جدا، والعراق من الناحية الأمنية متأخر جدا. احنا حقيقة يجب أن نؤسس لفكرة جديدة، هي فكرة المؤسسة، لأن الدولة يجب أن تقوم على المؤسسات. المؤسسات هي التي تقضي على هذه الشراذم وهذه الزيادات اللي ليس لها داعي حقيقة وليس لها دخل. حتى الميليشيات إذا كانت بعضها تخدم البلد كعناصر وكجماعات ككتل وكأفراد، لا بأس أنه ينصهرون داخل مؤسسة أمنية لها رؤية ثابتة، لها إدارة ثابتة، لها حدود معينة وصلاحيات معينة وواجبات معينة. فكل عراقي له الحق أن ينتمي لهذه المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، والمؤسسة العسكرية العراقية لها تاريخ مشرف على مدى عقود من الزمن، وخصوصا بعد 1920 بعد تأسيس الجيش العراقي. الجيش العراقي كان يعني حامل الحدود العراقية وله مواقف مشرفة في كثير من الأحيان. أكو مشكلة، إحنا يعني إحنا دا نتحدث
ده نتحدث الفصيل اليوم اللي قام بهذا العمل واللي قتل، يعني احنا ندعم كل عناصر الأجهزة الأمنية يعني والتعدي على هذا العنصر الأمني واستشهاده هو إهانة للمنظومة الأمنية العراقية وإهانة للدولة العراقية. احنا نريد نقول انه اللي قام بالعمل هم حزب الله تنظيم العراق، وهذا الحزب موجود في سوريا وموجود في الأردن، تنظيم عقائدي، تنظيم مسلح ومحكوم من قبل الولايات المتحدة بالإرهاب. شلون دا يتحرك؟ شلون دا يتجول؟ وحتى رفض أنه يصير من الحشد الشعبي. نعم، أتوقع أنه هذه المسألة سوف تعالج بالأيام القادمة، والحكومة العراقية والكتل السياسية جادة في التخلص من هكذا حالات سيئة. هذه الحالات الشاذة والحالات السيئة التي تؤذي المواطن وتؤذي المؤسسات الدولة وتؤذي الأجهزة الأمنية أكبر خلل وأكبر خطأ، بل هو أكبر إرهاق للأجهزة الأمنية وجود هكذا حالات، لأنه يضعف الدولة ويضعف المؤسسة الأمنية فلا تقوم بواجبها الحقيقي. إحنا اليوم أمام تحدي كبير جدا أمام الدولة العراقية بمؤسساتها الأمنية برئاسة وزرائها بكل حتى كفلسفة الدولة راح تبقى ضعيفة وراح تبقى تعاني ومريضة ومشلولة في بعض الأحيان في بعض الأماكن إن لم تقضي على هذا الخلل. نعم. إحنا اليوم رؤيتنا للمرحلة القادمة يجب أن تكون رؤية وطنية، رؤية مؤسساتية، مؤسسات قائمة على فكرة موحدة، دولة مركزية بعيدة عن التخلفات، بعيدة عن عفوا خليني أنتقل أستاذ عامر، لكن هذه رؤيتنا، لكن هو رؤيتهم غير رؤيتنا. يعني أستاذ عامر، يعني حتى بعض الميليشيات وبعض الأحزاب كانت تمتلك ميليشيات مسلحة جت استلمت الدولة، عقليتها مدى تستوعب أنه دولة؟ يعني هي تدير الجيش العراقي ومسوي ميليشيات، هي تمتلك سجون ومسوي يعني سجون سرية إلها، مدى تستوعب أنه هي تحكم؟ لا زالت في عقلية الميليشيا، لا زالت في عقلية المعارضة، لا زالت في عقلية أنه هي جزء هي الحكومة بس هي ضد الحكومة. نعم، أقول لك فتشي قضية الفتوى، الفتوى اللي أصدرها سماحة السيد السيستاني كما معروف في 2014 لإيقاف المد الداعشي والقضاء إخراجه من الأرض العراقية، لكن كانت من أهدافها المهمة والأساسية التي شعر بها خلال قبل 2014 المرجعية ومن خلال المواطنين هو تقنين وجود الميليشيات قبل الحشد. أراد بهذه الفتوى مو فقط وإنما تحويل هذه الميليشيات إلى متطوعين داخل القوات الأمنية، دعم للأجهزة الأمنية، دعم مو فقط دعم للأجهزة، لا دعم للدولة بشكل عام. نعم، موجودة الفصائل والميليشيات قبل 2014 وقبل الفتوى، فأراد من خلال هذه الفتوى أن يتم، لأنه الفتوى نصا أن يتم التطوع والانخراط إلى داخل الأجهزة الأمنية بالنص، مو كل واحد يجمع المجموعة، مو كل واحد يجمع. أرجع لك أستاذ عامر، بس خليني معي عبر الهاتف الدكتور هيثم الجبوري رئيس تحالف كفاءات للتغيير. دكتور هيثم مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. حياك الله. يعني دكتور حضرتك يعني من رموز العملية السياسية الشباب، كيف تنظر للحادث اللي صار اليوم بين سيطرة أمنية ويعني سيارات تقل أشخاص تابعين لحزب الله يعني وأدت إلى مقتل أو نقول استشهاد، لأنه في واجب استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية؟ والله المراقب للوضع بالعراق حقيقة ما يستغرب من حوادث. احنا حوادث هذه حذرنا من عدة قبل سنين، وقلنا بأنه تفاقم وجود السلاح بيد ميليشيات أو فصائل خارجة عن الدولة وعن سيطرة الدولة هذا راح يتفاقم ونوصل مرحلة ما نقدر نعالجه. ومع الأسف اليوم فعلا وصلنا إلى مرحلة بأنه بعض هذه الميليشيات وبعض هذه الفصائل صارت أقوى من الدولة.
يعني صارت حتى أعلى من القانون وأكبر من القانون. وهذا حقيقة الموضوع بعدين راح يسبب تسيب كبير جدا، لأنه لاك احترام لا للقانون ولا احترام لمؤسسات الدولة ولا احترام لرموز الدولة. وهذا الموضوع ما معقول دولة تبني نفسها لا على المستوى الديمقراطي ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي حتى، ويعدها ميليشيا حسب ما قال رئيس الوزراء أنه 100 ميليشيا هي غير مسجلة. هذا غير المسجلة داخل الحشد أو مسجلة أو اللي تحولت إلى منظومات سياسية. فبالتالي حتما يعني هذا خطر جدا. طيب دكتور هيثم، يعني احنا بالنسبة لنا حتى ندافع عن أمننا دا تطير طائرة F-16 وتروح سوريا تقصف مواقع لتنظيم داعش، ما هو اللي يجاوز على عنصر أمني يفترض طائرة F-16 الصاروخ اللي مشترينا بفلوس العراقيين انه تيجي تقصف مقرهم اللي يتجاوزون على الأجهزة الأمنية؟ والله مع الأسف احنا سابقا تكلمنا كذلك وضعف قيادة الدولة وخاصة باتخاذ القرار، هنالك تردد وهنالك محاباة وهنالك مجاملة على حساب أمن المواطن. يعني أنا ما معقولة لأن هذا الشخص وراء جهة سياسية اليوم، لأن نحن نشكل حكومة وقد أحتاج أصواته وقد أحتاج مقاعده، لازم أتغاضى عن عمل الخارج عن القانون أو أتغاضى عن انتهاك لحرمة الدم العراقي وانتهاك للقانون العراقي. فعلا يجب أن يكون هنالك ردع، والردع يجب أن يكون قوي وسريع وليس فيه مجاملة. لا يمكن المجاملة عن حساب. طيب دكتور هيثم، يعني هاي ميليشيات إلها جانب سياسي، طيب هم محتاجين الأصوات داعش دا يتحرك في 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 صحراء الحضر وصحراء نينوى وما حد يقول لش يعني وين تريد؟ على هذا الموضوع تعرف تكلمنا بيقولون يا بالاستخبارات والمخابرات والدنيا الأجهزة وماكو. وحقيقة احنا دا نسمع يعني الأثر الناس اللي موجودة قريبة بهاي المناطق، عمليات الاختطاف اللي تصير، شن الهجوم على بعض المدن ومراكزها، هذا يدلل على انه جيوب بهذه الصحراء. نعم. وخاطبنا القيادات كان اكثر من مرة وتكلمنا بالاعلام اكثر من مرة، يا اخوان قد تأتي داعش بحلة اقوى من السابق، وقد تأتي دفعة واحدة لبعض المناطق اللي نعتبرها امنة على وضعنا آنذاك بين ميليشيات خارجة عن القانون وبين داعش ما نعرف شنو وضعه وشنو ترتيبه وشنو أعداده. نعم. وشنو تسليحه ومرتبط بمن. مع الأسف التحالف الوطني لطائراته تجوب ما تجوب، وأقمار صناعية ترصد الإبرة حتى ما يقولون بالأرض، ما معقولة ما ترصد حركة داعش. دكتور هيثم، دكتور هيثم يقول ما حك ظهرك مثل ظفرك، ما احنا عدنا يعني عدنا جيش وعدنا طيران وعدنا صحيح، بس هي تعرف منظومات المراقبة. يعني خلينا نحترف ان احنا ما عندنا مراقبة متطورة مثل اللي تمتلكها بريطانيا وامريكا والاتحاد الاوروبي. نعم. بشكل. نعم. عام وروسيا، يعني نحتاج تعاون، واحنا عندنا اتفاقيه استراتيجيه للتعاون، واحده من ابوابها هو تعاون الاستخبارات. نعم. يعني المفروض يصير ضغط اليوم على امريكا موجوده قواعدها منتشره بالعراق، يا تعالوا جزء من واجباتكم انه المعلومات الامنيه والاستخباراتيه اللي عندكم عن الصحراء الغربيه عن مناطق قريبه من كركوك، أنت إذا قدرت أن تحصل مكاناتهم بالجيبين تقدر تضربهم طائرات 16 وغيرها. بتشخيصهم. نعم. ووجودهم وأعدادهم وإمكانياتهم حتما نحتاج إلى تعاون التحالف الدولي. إذا يعني دكتور إحنا بالنسبة لدكتور هيثم الجبور رئيس تحالف كفاءات للتغيير، شكرا جزيلا لك، ونأمل بالشباب يعني اللي يؤمنون بالدولة العراقية وبمستقبل الدولة العراقية أن يكون لهم دور مستقبلا في بناء هذه الدولة. شكرا لك. عودة إلى أستاذ عامر الجبوري. أستاذ عامر، يعني داعش يتحرك حد يحكي وياه، وهاي نفسه قبل 2014 كان داعش موجود في صحراء الأنبار وما حد يحكي، وموجود في مناطق معينة وما حد يحكي بيه ويدرون بيه وما حد يحكي بيه. كأنه يعني يا أما أبقى يا أما شوف، ترى يجي. نعم. هاي تجارة الإرهاب، تهديد، تجارة الإرهاب. نعم. يعني
يعني شنو الفكره؟ يعني انت بالنسبه لك اذا قادت الاجهزه الامنيه ما يدبروها تطلع ذول بالسجن اللي عاقبتهم لانه دافعوا عن ارض العراق، طلعهم خليهم يسرهم. استاذ خالد كما قد يكون بنفس المعاني، الدول تخدم مصالحها وهذا من حقها، لامريكا اجنده نعم، وللدول المجاوره لا سيما طبعا الفاعله من الدول المجاوره جمهوريه ايران نعم الاسلاميه ايضا لها اجنده، وكل الدول التي لها مصالح في داخل العراق لديها اجنده ومستمره بها. السؤال هل هنالك اجنده للعراقيين سواء كان باحزابهم بفعالياتهم السياسيه بمن تولى السلطه من 2003 الى هذا اليوم؟ هل هنالك اجنده سواء كانت تواجه الاجندات الخارجيه اذا كانت عند اجنده طائره اف 16 العراقيه تروح للعمق السوري تقصف وعايف وهذا اللي ممكن خمس اشخاص اللي ما تفضلت ان هذه وهذه ليست الحادثه الاولى نعم. يعني قبل اشهر بنفس المكان وبنفس ال وجوز حوادث هواي ما يتم يتداول الاعلام. حادثه انا اروي لك، وزير الداخليه تحرك من بغداد، مو هذا الحالي اللي قبله القبان، تحرك من بغداد الى احد المحافظات العراقيه في ان يعتقل احد امراء الميليشيات. تم اعتقال وزير الداخليه، تم اعتقاله في مقر تلك الميليشيا وتم مساومته لانه تم اعتقال شخص من هذه الميليشيا، تم اعتقاله، طلعوا صاحبنا نطلع وزيركم. بس اذا بس كانت هذه الوزاره استاذ عامر يعني تذكر دائما يقول لك الدوله ما حد يقدر عليها اذا فعلا كانوا هم رجال دوله. اذا كانوا رجال دوله ذكرت لك انه لا زالت الان خلال هاي الخمسة عشر سنة لم نجد هنالك أجندة لدى السلطات العراقيين بما فيه من يدعي كما تفضلت سواء كان يدعون المدنية نعم. من يدعون المدنية الآن من الأحزاب التي فازت هرولوا إلى القوي إلى القوي بغض النظر عن الـ عن الـ عن الـ المشتركات سواء كانت أيديولوجية مشتركات نعم. هدف انضموا إلى 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 القوي في الانتخابات. خليني أشوف أستاذ نصر الغريري. أستاذ نصر الغريب والعجيب يعني نعم. يقول لك العراق بلد العجائب، العراق طائرة الأف 16 تطير نعم. من العراق تروح السورية، أكو مقار يقولون الداعش سامعة أنه أكو داعش هناك، طيارة من العراق إلى سوريا تقصف داعش وترجع، وداعش يفتر بين المحافظات العراقية ما حد يقول ليش بيك. هاي شنو هاي القائد العام للقوات المسلحة ايش يسوي؟ يعني هي مال فخر واستعراض قوة؟ هي ابتداء المؤسسات الدولة اليوم ما محكوم بناس وأشخاص مؤهلين لإدارة الدولة، وهذا الخلل الكبير الذي يحدث في الدولة آثار كبيرة على المجتمع وعلى سياسات الحكومة العراقية وحتى مؤسسات الدولة البقية مو بس الحكومة. فإحنا بالتالي الخلل هذا الكبير جدا اللي نحذر من عنده من سنين، ونحاول أنه نبين أن هناك خلل في الدولة العراقية يجب أن يعالج بشكل صحيح وبشكل جذري وليس بشكل ترقيعي. وذكر ضيفك انه هناك يعني ضغوطات على بعض المسؤولين الدولة، هذه الضغوطات وهذه حقيقة ما لها دلالة غير انه الدولة تحتاج الى اعادة بناء مؤسساتها العسكرية والامنية بشكل صحيح ومهني، واناس يقودونها اصحاب خبرة وكفاءة في هذا المجال. احنا اليوم امام ذكرنا انه امام تحدي كبير جدا وفاصل، حتى مسألة الارهاب سواء الميليشيات او الارهاب يعني كل الخارجي عن القانون تحتاج الى معالجات حقيقيه، لانه هناك هذه المعالجات معالجه هذه الظواهر ليست معالجات عسكريه فقط، هناك معالجات سياسيه وهناك معالجات اجتماعيه وهناك معالجات اقتصاديه. هذه المعالجات مجموعه المعالجات او هذه الحزمه من العلاجات ممكن ان تؤدي الى جسم صحيح في الدوله العراقيه. الدوله العراقيه تحتاج اليوم الى اعاده بناء حقيقي، مو اعاده بناء ترقيعي ولا
لهذا ذكر السيد العبادي في مؤتمر الصحفي الأخير وحتى قبل تصريحات أنه إحنا نحتاج إلى بناء دولة تستثمر إنجازات الماضي ومكتسبات الماضي وتحاول أن تبني شيء جديد. طيب ما يبني ونحتاج يعني إلى بناء رؤية الدولة قبل أن أستاذ نصر دقيقة ما هو رئيس وزراء ما يبني أحد قال له لا يبني يبني خلي يبني اللي يقدر عليه. القضية أيضا الدولة والعملية السياسية والبرلمان العراقي أيضا محكوم بمجموعة تكتلات ومجموعة أحزاب حتى تكتل السيد العبادي أو غيره أيضا هناك تجاذبات كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال أنت اليوم نتكلم عن تحالف القوى الخمسة التي تريد أن تبني حكومة وتؤسس لها حكومة وهي السائرون والفتح ودولة القانون وتيار الحكمة والبقية من القوائم الأخرى. نعم. هذه هي مجموعة قوائم معتمدة أيضا على مجموعة ميليشيات ومجموعة نواب هم أصلا مرشحين عن كتل وميليشيات وأحزاب لها أذرع عسكرية. إحنا حقيقة يجب أن نعالج المسألة من أساسها. إحنا نحتاج إلى حكومة مهنية وأشخاص مهنيين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية البقية الأمن الوطني والمخابرات وبقية الأجهزة الأمنية وحتى قادة الفرق الجيش. يجب أن نبعد المؤسسة العسكرية والأمنية عن الصراعات السياسية أو التوجهات الأيديولوجية اللي ما تبني دولة. إحنا اليوم نريد نبني دولة، نريد نبني بلد آمن. أمن العراق مرتبط بمؤسسة عسكرية قوية ومؤسسة أمنية قادرة على اجتياز المرحلة. لا ننسى أنه هناك تدخلات خارجية وهناك أصبح العراق ساحة صراعات بين قوى كبيرة جدا في المنطقة، قوى إقليمية هذه تحاول أن تعكس مشاكلها وتحاول أن تعكس صراعاتها إلى الداخل العراقي، فممكن أنه تعاقب دولة ثانية من خلال العمق العراقي وبالعكس ممكن أن تتفاوض مع العراق من داخل تتفاوض مع دولة أخرى من خلال العراق. فأصبح العراق ساحة صراعات. هذه أيضا يجب على الحكومة القادمة إذا كانت حكومة قادرة على تجاوز هذه المحنة إبعاد العراق عن الصراعات الخارجية. طيب. وإبعاد العراق عن النفوذ الخارجي. يجب أن تكون هناك حكومة قرار مستقل، حكومة قرار داخلي. طيب. بعيد عن التدخلات. نعم. الخارجية. نعم. خليني أذهب. نعم. أستاذ عامر الجبور. أستاذ عامر ب 2014 يعني السيد العامري كان نائب في البرلمان لابس بدل، ثاني يوم لبس مراقب مقاتل. طيب أي قانون يسمح لك وصار قائد لمجموعة. نعم. ومسلحة. طيب حضرتك هسه لو تجمع مجموعة تقول مولاني أريد أروح أقاتل داعش وتجيب أسلحة يخلوك؟ ما هي منطق الدولة منطق يعني خمس سنوات عشر سنوات 15 سنة يفترض الإنسان أنه يفهم شنو معنى الدولة. نعم. يعني حتى إذا ما كان يمارسها مارسها وبدأ يفتهم شنو معنى الدولة. يعني إحنا مو محتاجين ناس أقوياء فعلا. يعني أنا تابعت كل المعارك اللي صارت في استعادة المدن، منو اللي دا يستعيدها؟ الجيش العراقي، لا الحشد ولا ما احترامنا للكل، الجيش العراقي هو اللي يستعيد، الباقي كلها عوامل يعني مضافة. طيب ما أنت عندك جيش قوي، جيش قوي ما حد يقدر يقف قدامه. لا صار حتى الواقع مو بهالصورة اللي تفضلت فيها. ب 2014 بعد احتلال الموصل. نعم. لم يعد هنالك بكل معنى الكلمة، إذا كانت هنالك يعني هيكل للجيش العراقي فبعد احتلال الموصل لم يعد هنالك معنى لقطعات الجيش العراقي، تشبه إلى حد ما بعد هزيمة قضية الكويت. كويت انسحاب الجيش 91. وأنا كنت طبعاً من يعني من المنتفضين في وقتها، شاركت في الانتفاضة. أيضاً هذا غياب لا زلت تسمي الدولة. الدولة نعم هي مسؤوليتها، عندما تغيب الدولة من حق المواطن أن يشرع للدفاع عن بلده. طيب وعندما تعيد القطاعات العسكرية تواجدها شو يسوي المواطن؟ يحترم الدولة، بس هي لا زالت هذا الفراغ اللي تتركه الدولة. الدولة المؤسسة كما تفضل أستاذ نصر، الدولة المؤسسة يعني عندما تغيب المؤسسة يتقول شخص الفرد من كان هذا الفرد. يعني مثل ما تفضلت السيد العامري لا كان يعني محط احترام إلى لمن ترك
المجلس النواب، لأنه كان مجلس النواب لا وجود له في اتخاذ أي موقف أزاء هذا العدوان. فإذا هنا وجود المواطن الشعب أيضا، هذه أتت الفتوى فتسلح من أراد يتسلح باسم الفتوى، ومن أراد يستغل ويستثمر هذه، هنالك استغلال وهناك استثمار لهذه الفتوى. أكو من استغلها وقوى ميليشياته، قوى الوضع العسكري كي يكون لديه سطوة حتى يحصل على النفوذ، ومن هنالك من استثمر هذه الفتوى أن يدافع عن العراق، وهذه نسبة كبيرة من الشباب المضحي في العراق. يعني الأحزاب أو بعض الأمراء الحروب استثمرها حصل بها مقاعد. هذا اللي راح يقاتل ما كان باله أنه بعدين عود استثمرها سوى مقعد برلماني. ولا زال الآن المستثمرين موجودين، يعني هل تصدق أن هناك الآن كثير نسبة من الشباب العراقي لا زالوا في الجبهات بدون راتب تحت مسمى أكو جرحى لم يتم علاجهم، عوائل تاركين عوائلهم تتضور جوعا وهم في الجبهة. هذولي الثلة من العراقيين الأبطال المناضلين، سواء كان جرحى شهداء لا زالوا يقاتلون موجودين، إلى جانبهم من يستغل هذه، واستغلتها دول وتقوي هذه العناصر. هو احنا حاسبنا المسؤول عن الانهيار الامني؟ لا هو هذا، وهي عشرات الالوف من الشباب انقتلت، هذا موضوع مدن انسحقت، هذا موضوع غياب الدوله، الموضوع غياب الدوله. وذكر قلت لك موجود التحقيق استاذ عامر، موجود التحقيق ذر الرماد في العين، لا من عوين قريب بمجلس النواب. نعم، هو هذه اللجان، احنا مثل في الدوله العراقيه، يعني كنت في الدوله العراقيه، اذا كنت تريد ان تميع اي موضوع شكل لجنه ويذوب. طلعت بنتائج اللجنه، طلعت بنتائج بس المتهمين ناس كبار، راح يروح ضحيتها احد الضباط، اعدم او سيعدم، يعني هو حكم بالاعدام لحد الان، ما يعني جزء مطلق ما اعرف. راح ضحيت، نعم هو ضابط، هو المسؤول على لقد لا هو نعم من المستحقين، ولكن هنالك اكو اعلى من عنده ومثله واقل من عنده. احد سالهم يعني حكى لي احد اعضاء مجلس النواب، يقول لي فاروق العرجي اللي هو كان يدير، نعم، يقول فاروق الاعرجي مشغول بالاستثمارات ما يدري القطعات وين رايحه، وهذه على هذا نفس المنوال اللي تفضل به، وهسه متقاعد هو ده يستلم راتب من الدوله، رئيس الوزراء او وزراء او مجلس النواب. الآن داعش على طريق الكركوك بغداد نصب سيطرات رسمية كبيرة وذبح أبرياء، لأنه الآن ما يسمى المسؤولين سواء الفائزين أو الخاسرين يهمهم شيء آخر أستاذ عامر، وهو الحصول على حصته من القادم من الأيام. إحنا ذكرنا يعني فاروق الأعرجي واللي هو سبب كبير في انهيار المنظومة العسكرية، الآن هو يستلم تقاعد وله يعني مليار ديار، معزز مكرم، واللي دافعوا عن العراق بالثمانينات وبالتسعينات الآن موجودين في سجن الناصرية، صح، كل يوم يموت واحد، صح. هاي تبني دولة؟ لا تبني دولة؟ لا أبدا، بناء الدولة هي اللي يقال عنها الرب الثاني، الرب يكون رحوم وغفور ويسع صدره ويتسع لأخطاء الأخ إذا كانوا مخطئين في العسكر. أنا جزء من المنظومة العسكرية، لدينا نظام وقانون وأكو رئيس دولة، يعني أكو هنالك عراقي، يعني حتى من الأشخاص الموجودين الآن كانوا ممكن جنود مكلفين أو ضباط أو في نعم. في الجيش العراقي. خليني أذهب للأستاذ نصر الغرير. أستاذ نصر، يعني أنتم في ائتلاف الوطنية عملتوا تحالف، الآن يعني دخلتوا في تحالف لتكوين الكتلة الأكبر، أنتم مقتنعين من أنه هذه الكتلة هي راح تبني الدولة؟ ابتداء وإحنا لم يظهر لحد الآن تحالف رسمي مع أي كتلة معينة. لا صار أكو تحالف ما بين الفتح
صار تحالف انضمت لكم الفتح، هي سائرون والوطنيه والحكمه وانضموا الفتح يعني لهم، يعني من الملاحظ انه انتم الوحيدين بائتلاف الوطنيه اللي ما عندكم ميليشيا، البقيه اللي وياكم كلهم عندهم ميليشيات. حقيقه وهناك تفاهم مع سائرون فقط وتيار الحكمه، هذا الذي توصلنا له في البدايه الان. هناك تفاهمات معينه، والتفاهمات ليست على الاشخاص، التفاهمات على شكل الدوله، على شكل النظام الذي سيحكم العراق في المرحله القادمه، مؤسسات الدوله، كيفيه الدوله، فلسفه الدوله حقيقه بهذه الطريقه. اما مساله التفاصيل الاخرى فلم نخوض فيها لانه لم تظهر حقيقه نتائج حقيقيه، لم تظهر نتائج مقنعه، لم تظهر نتائج نهائيه، ولم يحسم القضاء امره في مساله النتائج. احنا اليوم ننتظر القضاء العراقي يقول كلمه الحسم في مساله النتائج وفي مساله الاصوات وفي مساله زين استاذ نصر، متى تشوف القضاء يعني المقاعد. القضاء شويه طولها يعني النتيجة اعتيادية حقيقة، لا ما طولها، لا المسألة اعتيادية هذه، لكن احنا اليوم نسعى انه يكون القضاء محايد والقضاء يقول كلمته بصراحة وبدون مجاملات. القضية اليوم يم القضاء، الكرة في ساحة القضاء العراقي، المحكمة الدستورية. فإذا المحكمة الدستورية وصلت إلى قناعة معينة وأصدرت حكم معين وأظهرت الحق، فإحنا هذا ما نميل إليه وما راح نكون مؤيدين إليه، وراح يدعم العملية السياسية ويعيد حقيقة إنعاش العملية السياسية في المرحلة القادمة، لا سيما أنه العملية السياسية تعرضت لأزمة ولصدمة كبيرة جدا في مسائل التزوير ومسائل حق الصناديق والفضائح التي ظهرت في هذه الفترة ما بعد الانتخابات العراقية 2018. شكرا للأستاذ. فإحنا هذه التحالفات الآن هي تحالفات مبدئية على شكل الدولة، ما تكلمنا في المسائل التفصيلية ولا من تحالف استراتيجي مع أحد. نعم شكرا. ونرفض حقيقة، نريد ونرغب أن يكون هناك رئيس وزراء مستقل يمثل كل العراقيين، مهني بعيد عن التخندقات الطائفية والمسائل الحزبية، رجل يخدم الدولة، يبني مشروع، نحن سنكون أول الناس معه. نعم احنا نطمح إلى هذا الشخص وهكذا شكل من الحكومة ولون الحكومة. شكرا للأستاذ نصر الغريري عضو ائتلاف الوطني، حدثتنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أستاذ عامر، يعني أكو فد يعني قوانين كونية، الشوك تزرعه طلع شوك. تتوقع أنه بنهاية العملية السياسية اللي هي تعتبر حقبة سوداء في تاريخ العراق راح تنتج؟ احنا كل اربع سنين نزرع وننتظر ونفس الزرعة، النتائج بمقدماتها. الحل شنو؟ النتائج بمقدماتها، يعني كما ذكرت، يعني اللي تفضلت بيه ما اعتقد اكو فد شيء اسمه او سوء فهم او شيء. لا يوجد الان اي تحالف رسمي الا سائرون والفتح، يعني اعتقد ايضا اشار الى الاستاذ. ما هو بالتحالفات معروفه، انا اتحالف وياك بس عيني على غير مكان، عجبتني عجبتني ما عجبتني هو هذا واضح. ما يجري الان وما جرى في هذه السنوات المضت لا تبشر بخير، ولا نعتقد، وهذه اللي اقول ليس يعني فقط رايي الشخصي، لا نسبة كبيرة من المثقفين ومن السياسيين ومن النخب ومن عامة المواطنين العراقيين أن هذه العملية السياسية بشخوصها وبفعاليات السياسية جذرت في كل أماكن غير قادرة، غير قادرة للإصلاح. يعني لا يمكن أن يكون الفاسد مصلح، لا يمكن. الإصلاح يحتاج إلى برنامج ويحتاج لشخوص غير هذه الشخوص. والآن يعني أكد لك أنه كثير من أعضاء مجلس النواب جدا فيهم جيدين. أستاذ عامر هو ما دول الجيدين، لما الجيدين تقعد تقول له يعني أنت ليش ما تسوي، يقول لك أنا دا أدور بمتاهة. صح 100% هذا تمام، لأن هنالك مسارات محددة لدى عضو مجلس النواب في الانتخابات او قبل الانتخابات. كل ما اكو شباب عنده حماس الشباب يعني ونزاهته وطنيته. على ذكر يعني دكتور هيثم الرجل من الناس اللي يعني قديم محسوب بين يعني بين الانحسب على السلطه، وهو يعتبر مدني
يعني يفترض. طيب استاذ عامر، البلدوزر، البلدوزر هذا منو راح يجي صاعد البلدوزر ويزيح هاي الركام؟ يعني لا 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 توجد الآن أدوات لهذا للتغيير الطبيعي. إذا كان هناك تغيير طبيعي روتيني قالوا من صناديق الاختراع، من صناديق الاختراع غيره من الصعب، ما نفع. يعني حتى المرجعية وصلت إلى طريق مغلق، حاولت التغيير بعدة أساليب ووصلت إلى طريق مسدود وأغلقت أبوابها. الأحزاب يعني تكلست على هذه الحالة. نعم. تحتاج ولادة من رحم العراقية، من الشعب، لا من الفعاليات السياسية ولا من السياسيين. يعني على المواطن تغيير أن يشارك في الشعب العراقي. يعني حتى إذا كنت أنا سياسي، أنا محتاج المواطن أيضا يقوم بدوره. طبعاً. حتى لأن التغيير، يعني ما تنتظر واحد يجيك من فوق يغير كل شيء. هذا الرتابة الآن، لأنه مطمئنين إلى العراقيين أنه لا يستطيعون. يعني في فترة ما المظاهرات وصلت إلى حدود كبيرة، يستطيعون إن شاء الله، واستطاعوا أن يخمدوها. أعتقد هنالك أمل بالعراقيين، بالشعب العراقي. شكرا. بالشباب، بالنشطاء المدنيين، ممكن أمل في إحداث تغيير كبير. شكرا للأستاذ عامر الجبوري السياسي المستقل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.